أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: خواطر النفس كثيرا ما تراودني في أشياء لا ترضي الله، وأنا أعتب دائما على نفسي في هذه الخواطر وأقول بأنها من الشيطان، هل الإنسان محاسب عليها؟ لا يحاسب عليها، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كونك تكره التحدث بها والتصريح بها هذه علامة الإيمان. عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليك أيضا برفضها وعدم تفاعل معها. نعم.